صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبهم هل هو نفاق أم كفر؟ نفاق بلا شك أنه نفاق، وأما الكفر فإذا كانوا يبغضون الصحابة لأجل دينهم فهذا كفر، أما إذا كانوا يبغضونهم لأجل أشخاصهم ببغض شخصي لا ديني فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.